أهلا وسهلا بكم. نستكمل في هذا الجزء الحوار مع الأستاذ أشرف راضي حول الموضوع الرئيسي الذي نتناوله بالنقاش في هذه الحلقة، وهو دور البخاري في جمع الحديث، والمقال الذي كتبه الأستاذ أشرف حول المنهج الذي يجب التعامل به مع هذا الأمر. وكنا قد انتهينا حوالين مقولة الإمام علي حول أن القرآن حمال أوجه، في إشارة إلى تعدد التلقي. وحابب أسألك في ضوء النظرة العلمية لما قام به البخاري والتي أوضحتها في المقال، كيف تقيم المنهج اللي اتبعه في جمع الحديث وضبطه؟ لا، هو كان أفضل منهج في عصره بالتأكيد. يعني هذا الرجل بدأ بمتابعة مجالس الحديث في البلد التي نشأ بها، وبدأ يتساءل حول صحة كثير من الأحاديث التي يجري ترديدها، ثم وجد أن الأمر يحتاج إلى ضبط وتنقية. أيوة. وربط هذا المسعى أو الجهد برؤية، يعني في الروايات عن البخاري أو السيرة الخاصة بالبخاري أن الدافع الأساسي والحافز له للقيام بهذه المهمة هو رؤية رآها وجاءه فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه تنقية ما ينسب إليه من قول بالزور. وبالتالي لا، دي كانت مهمة، يعني أنه كان من الواضح أن في هذه الفترة، لأنه هذه الفترة في الحقيقة محتاجة، يعني إحنا محتاجين نعيد دراسة تاريخنا وتاريخ المنطقة وتاريخ الشعوب الإسلامية دراسة أكثر تدقيقا. أيوه. ونصل فيها، يعني لابد من دراسة السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي نشأ فيها مشروع البخاري، التي نشأت فيها مشاريع الفقه في المذاهب السنة، التي نشأت فيها الاجتهادات لدى أهل الشيعة. هذه مسألة، يعني نحن هنا بصدد الدراسة العلمية والمنهجية التي يعني لا هدف لها ولا هم لها إلا الوصول إلى الحقيقة وإنتاج تفسيرات يقبلها العقل. لأنه يعني حتى لما نبدأ في أي كتابة عن كتب السيرة البداية والنهاية لابن كثير، أو ده في التاريخ مثلا، أو كتب أخرى، يعني أو حتى الجبرتي في العصور الأحدث وابن إياس، سنجدهم يعني عندهم منهج في كتابة التاريخ، يعني ربما خرج عنه شوية ابن خلدون، ولكنه برضه كان أسير هذا المنهج إلى حدود معينة، أنه واخد كل المعتقدات بتاعة الشعوب عن الكون والحياة على أنها جزء من التاريخ، ما أحداث تاريخية. لا، يعني هذه يعني فكرة أفصل ما بينه هو اعتقاد شائع لدى جماعات بشرية في هذه اللحظة من التاريخ وما بين الحدث التاريخي. وبالتالي احنا محتاجين ادوات دراسه التاريخ الان تطورت كثير، فاحنا في حاجه لدراسه اولا السياقات والظروف التي نشا فيها هذا المجهود بتاع البخاري. ثانيا، المنهج الذي اتبعه البخاري وندرسه دراسه دقيقه جدا وتقييميه. ثالثا، ان نقارن هذا المنهج والادوات البحثيه التي كانت متاحه للرجل او للشخص بما هو بين يدينا الآن من مناهج وأساليب. يعني إحنا الآن لما ندرس مثلا في الفقه والفقه المقارن، الباحث زمان كان بيروح مكتبات كثيرة ويقع على عشرات الكتب، دلوقتي يعني في تطبيقات الكمبيوتر، وأعتقد ده اللي استخدم مثلا في تصفية صحيح البخاري. هناك أدوات تم وداخلين في مرحلة الذكاء الاصطناعي. أيوة. وتطبيقاته اللي هو تقدر تدرس حاجات كتيرة جدا وتقارن بينها بأدوات أكثر تيسيرا، وبالتالي تتيح لك مساحة من النقد والمقارنة
تشوف فين التكرارات وفين دلوقتي تطبيقات الكمبيوتر مثلا بتكشف السرقات الفكرية والعلمانية، وفي برامج كتيرة اللي هي بتراقب الانتحال بتاع الفقرات بتاعة النصوص أو الأفكار، يعني بتحط الفقرة اللي انت كتبتها على هذا البرنامج وتجيب لك مكتوبة فين وعند مين ومين الأول، وبالتالي هي منتحلة ولا مش منتحلة. قد يكون في توارد أفكار، ولكن أيضا في أدوات دلوقتي بتساعدنا. فهذه التطبيقات الجديدة لعلم الحاسوب وهو ابن اللغة بالمناسبة، يعني كل التطبيقات التكنولوجية الحديثة بما في ذلك الصور اللي احنا بنشوفها هو اللي عملها لغويين بالأساس. وبالتالي أنا بطبق الحاجات دي في دراسة البخاري، فبدرس السياق، بدرس المنهج، بدرس دراسة نقدية عشان أشوف معقولية ما روي في السيرة عنه في إنتاج هذا العمل وعدم معقوليته إيه، عشان أصل لي نتائج دقيقة وصحيحة أقدر على أساسها أشوف الهدف ده. مش عشان أقف عند كده وبس، ليس النقد هدفه أن أنا أجرب، لا، الهدف من أي نقد هو التطوير. كيف بقى أستفيد مما لدي من مناهج الآن في تطوير هذا المسعى البشري اللي عمله البخاري عشان أصل على يعني كتاب أكثر إحكاما وأكثر فائدة ومعقولية لما ينفع الناس. طب خليني برضو أسأل حك، يعني هل من الصحيح أو الواجب تطبيق رؤيتنا المعاصرة على البخاري بأثر رجعي رغم اختلاف الظروف؟ وده الحاصل، يعني ده الحاصل عند البعض، لو رغم انه، وده برضو هيخليني أسأل سؤال تاني خاص بكيف يتم التعامل مع نظراء البخاري في السياق الغربي اذا كان فكرهم يعني ليس مواكب للعصر، هل يتم جلد الذات كما نفعل نحن؟ ويمكن أبرز تعبير جناية البخاري وكأن البخاري ارتكب جريمة بما قام به من جمع الحديث، يعني لا هو لم يرتكب. وأنا يعني بالعكس، يعني أنا كنت بقول ما ارتكبش جريمة، ده عمل ثوري فيه عصري وبحيني، وبالتالي أنا لا أطبق أو لا أحاكم البخاري بشروط العصر. لكن السؤال الثاني اللي أنت حضرتك طرحته سؤال على قدر كبير من الأهمية، كيف تتعامل المجتمعات، أي مجتمعات، مع نصوص دينية لا تستقيم وقيم العصر اللي احنا عايشين فيه، وتحديدا في العهد القديم. هناك أصفار في العهد القديم تدعو إلى قتل الغير الأغيار. ويعني في، أنا لا أتذكر، يعني مش عايز أقول أسماء نصوص عشان، لكن هناك نصوص معروفة يعني. وكان ده سؤال شايل أحد أصدقائنا، يعني وهو كان قريب من دوائر المعنية بتجديد الخطاب، وكان على صلة وثيقة بالراحل الأستاذ جمال البنا. هي دوائر، يعني في دوائر فعلا في التفكير في هذا المجتمع، وفي مجتمعات عربية كثيرة وإسلامية كثيرة، والإنتاج اللي حاصل في إندونيسيا وماليزيا في التجديد مهمة جدا، والتجديد اللي كان حاصل في تونس مهمة جدا، ومحاولات التجديد في الأزهر في حتى مطلع القرن العشرين زي يعني مع الإمام محمد عبده وبعض المجددين اللاحقين كانت على قدر كبير. لكن هناك انتكاسة حصلت في هذا المجهود في مؤسسة الأزهر الحقيقة. يعني الفكر الجديد أو النحو التجديدي داخل الأزهر يعني موضع سؤال كبير الآن، يعني موضع سؤال كبير لأي مراقب في الداخل أو الخارج، وأي غيور على الأزهر ومكانته وتأثيره في العالم الإسلامي. وأنه ليست المسألة هنا مسألة توظيفات في سياقات سياسية فيجيب الإمام الأكبر في هذه المناسبة أو تلك لإطفاء نوع من المشروعية الدينية على ما أقوم به من أفعال. أما مجهود التجديد هو مجهود بحثي
مستمر ومتواصل ومستقل، لا يجب أن تفرض عليه أي شروط من أي نوع يعني. ولكن هناك تقاعس في الحقيقة من المؤسسة يفتح الباب لمثل هذا النوع من الهجوم أو مثل هذا النوع من التركيز على بعض الأمور الغريبة للتشكيك. لا، ليس المطلوب التشكيك في أي مؤسسة دينية، ولكن المطلوب أن بنقول المؤسسة في أي ديانة أنت بتروجي أفكار تتناقض أفكار أو تركزي على جوانب. وهنا هرجع مثلا لمقولة شهيرة للدكتور أحمد عبد المعطي بيومي، وكان عميدا لكلية أصول الدين، في رأيه في دراسة الدكتوراه بتاعت الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي التنظيم الجهاد، رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور عمر عبد الرحمن كانت عنوانها موقف القرآن من خصومه، وهي تفسير لسورة التوبة من سور القرآن الكريم. فكان الدكتور عبد المعطي بيومي يرى أن هذه السورة تحديدا هو يصفها هي سورة الأحكام العرفية في الإسلام، هي الآيات التي يجب تفعيلها في حالة الحرب والقتال، في حالة أن يكون هناك عدوان على الأمة أو على المسلمين، وبالتالي لا يمكن استنباط أحكام منها للحياة العادية السلمية، الحالة العادية للحياة بتاعت البشر، مش الحرب. البشر مش قاعدين طول الوقت في حرب، هم قاعدين طول الوقت في أشكال مختلفة من الصراع، لكن الحرب والعدوان المباشر قضية أخرى، الصراع قائم. وده أيضا يعني ما هو العلوم الاجتماعية اللي احنا بندرسها نشأت أصلا للتناول هذه الظواهر ودراستها دراسة علمية دقيقة، والبحث عن تفسيراتها وتفسيرات هذه السلوكيات لدى البشر، وكل أدوات البحث الاجتماعي أصلا معنية بهذه الظواهر بشكل أساسي. وبالتالي الأحكام تستنبط وفقا لسياق اللحظة اللي انت عايش فيها، لكن النص باقي. يعني أي برضو الموقف المدافع عن الغزالي والرافض التزحزح عن حرف واحد فيما كتبه حتى في المقرر من الحديث، موقف زي نفس الموقف اللي اتقال وقت الشعر الجاهلي بتاع الدكتور طه حسين، ما هو ده سداد داية للتشكيك في القرآن الكريم. لا، هو له تشكيك في الحديث ولا هي وردت ما ورد في الصحيح البخاري بعدد الأحاديث التي ذكرها هيظل قائما وواردا، ولكن هل هذا هو أصح الأصح ولا هناك أصح يمكن الوصول إليه بأدوات أخرى وعقول أخرى وجهود أخرى، ونكف عن هذا الكسل الفكري وتكرار ما قاله الأولون يعني الاستفاضة في شرحه وإعادة شرحه وإعادة شرحه، فنكون أمام غابة من الكتابات لا نفهم منها شيئا. هل واقع المسلمين اليوم في المجتمعات الإسلامية يشير إلى أننا أمام بشر يفهمون ما معنى دينهم ومدلولاته وكيف يمكن أن يكون موجها لسلوكياتهم في الحياة اليومية؟ ده سؤال مطروح على فكرة، يعني إلى أي مدى فعلا الالتصاق ما بين النصوص والآيات القرآن الكريم أو حتى الحديث وما بين كثير من السلوكيات التي نراها في عالم اليوم، وما دلالة ذلك؟ يعني إذا كنا بنزعم إن إحنا مجتمع يعني في ملتزم دينيا، ما معنى الالتزام الديني؟ هل هو التزام في الظهر في الشكل والمظهر والعبادات الشكلية، ولا التزام بالجوهر والمعنى والمغزى والدلالة بتاعة النص الديني والآية؟ ده سؤال كبير علينا ان احنا نطرحه واحنا بندرس واجب واحنا بندرس حاجه زي انا الجدل حوالين البخاري او حتى للمتخصصين وهم بيدرسوا وفقا حتى وفقا للادوات المنهجيه التي ابتكرها البخاري وابدع فيها. هي هذه الادوات مش وضعت علشان مره واحده، لا،
الأداة دائما يعاد استخدامها. أيوة. زي المشرط اللي في إيد الجراح، هو مش مستخدم مرة واحدة، لا هو بيعاد استخدامه على كل حالة. وبالتالي المجتمعات بقى الغربية يعني قالوا يعني بعض رجال الدين مثلا في اليهودية، وده كان ردا على سؤال مباشر بتعمل ايه مع النصوص دي، قال لا نذكرها في العبادات، هي موجودة محدش يقدر يحذفها، لكنها مستعملة ولا لا؟ هي مش مهجور، عشان برضو محدش يقول يعني عايزيننا نهجر النص. لا، هو مفيش تركيز عليها لان مفيش ضرورة لها. يعني مش مستخدمة في الخطاب العام على المنابر، علشان الخطاب العام المفروض يتقال من النصوص الدين على المنابر يكون مرتبط بأولويات محددة للمجتمع في اللحظة دي. يعني هو تحليل خطاب كده، يعني ما بنيجي ندرس تحليل خطاب سواء في تحليل النصوص الصحفية ولا الخطاب المنطوق أو المرئي، بنقول هذا الخطاب لما نيجي نحلله كده نقول ده أولويات المجتمع في هذه اللحظة. فلما بنسمع مشايخ على المنابر يركزوا على الآيات الخاصة بأهل الذمة وغير المسلمين، ويستقطعوا آيات دون آيات، ما هو في آيات كده وآيات كده، ما فيش رؤية متكاملة، ويركزوا عليها. أي محلل خارجي بيبص على النوع ده من الخطاب يقول لك المجتمع ده في صراع طائفي شديد، هل ده حقيقي وحادث؟ طب ما تأثير مثل هذه الآيات يعني على بقى، مش انه لا انه مش ده موجود، لا انتاجه فيما بعد. يعني في كتير من الدراسات اللي عملناها على الحوادث الطائفية في الصعيد لوحظ يعني بشكل متكرر وبشكل يمكن إثباته أن المبادرين في مثل هذه الحوادث طلبة المعاهد الأزهرية. ليه؟ لأن نوع التلقين الفكري اللي بياخدوه أثناء الدراسة بيدفعهم أحيانا لمثل هذا النوع من ده نتيجة دراسة معينة، عشان بس نتيجة يعني خطاب معين. لا يعني هل النتيجة اللي بتذكرها نتيجة يعني في عدد من الدراسات والتقارير اللي كتبت يعني أشارت في عدد كبير من الحوادث الطائفية بالتحديث في محافظة المدينة مثلا. وبالتالي أنا لا أتهم أحد، بس هم كانوا في الطليعة. يعني وبالتالي هم في الطليعة، هم بالمعنى الاجتماعي هم المثقفين الطبيعيين في هذه المناطق، وبالتالي هم اللي بيقودوا ويوجهوا الرأي العام. كويس، كتير الحوادث لها ملابسات، لكن التركيز تقسيم المجتمع على هذا النحو وتقسيمه، لا الخطاب الديني المصدر ليس بريئا عنه. يعني يقول حاجات يعني حتى الأعمال الفنية. طب اسمح لي عشان بس نرجع لموضوعنا، هل تنقيت البخاري، يعني إذا كان البخاري هو اللي ارتكب الجناية الكبرى في منظور البعض، هل تنقيت البخاري ممكن يساهم في إنقاذ المسلمين أو تغيير يعني يساهم نعم، يعني ولكن برضو يعني التنقية وإعادة النقد وتبني مناهج جديدة التعامل مع البخاري هو مقدمة بالفعل، لأننا نتبنى مناهج جديدة في التفكير في حياتنا اليومية وفي شؤوننا العامة. يعني الفكرة هنا، الدفاع هنا هو الدفاع عن المنهج، الدفاع عن طريقة التفكير، الدفاع عن التناول، وليس الدفاع عن هذا الشخص أو ذاك أو طعن في هذا الشخص أو ذاك. هذه قضية في الحقيقة بتستهلك مجهود ووقت لو بذل في البحث والتدقيق والتمحيص والتنقية وإعادة ما هو مفيد ونافع للناس، أن يبقى عندنا علم نافع ومفيد للناس أهم بكثير جداً من احنا نشغل ده. شوف ده بيقول في الحديث، في الكتاب الحديث بتاعه في حديث بيقول كذا، ولا حديث فيه بس ما قيمة هذا اذا يعني كان لدينا منهج جديد في التناول والتعامل مع القضايا؟ ما اذا كان لدينا حوارا حقيقيا وطنيا عاما حول اولويات مجتمعنا في هذه اللحظة؟
ماذا كان هناك حوارا اجتماعيا وسياسيا وفكريا راقيا حول الأهداف التي نصبوا إليها في الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة. هذه هنا بنبني منهج جديد للتعامل ليس فقط مع البخاري وإنما مع كل النصوص الدينية في الحقيقة. وهرجع بقى مرة تانية لما قلتك عن الإمام علي، ولم يقل فقط أن القرآن حمل أوجه ولكن استكمل ولا ينطق وإنما ينطق به الرجال. ده المعنى بقى أنه القرآن موجود بس أنا بنطق اللحظة دي بالوقت ده بالآية دي ليه، وبغيب الآية الأخرى ليه. يعني في دراسات اللغويات، وارجع مرة تانية إن على هذه الدراسات كل الثورة العلمية والفكرية والتكنولوجية اللي احنا بنشوفها النهاردة ودخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي مبني على جهود اللغويين زي تشومسكي، نعم تشومسكي وآخرون من علماء اللغة، لا يحللون فقط المنطوق من اللفظ ولكنهم يحللون أيضا المسكوت عنه من اللفظ، أو يحللون الصمت، دلالة الصمت في هذه اللحظة تعني ماذا في تحليل الخطاب. وبالتالي إذا ده المنتج الأساسي، ده المنهج الأساسي اللي أنا بدور عليه وببحث عنه أكثر من انشغالي بقضية هو الكلام اللي عند البخاري ده صحيح ولا مش صحيح. لا أكيد في حاجات لا تستقيم مع العقل ولا مع قواعد الحس السليم، ولا وفي منطوق لألفاظ لا يمكن أن ترد على لسان الرسول الكريم بمثل هذا التلفظ. المسائل هنا محتاجة طبعا في بس هل هو ده المحور في الموضوع أو لو لأن ده فيه فننسف ده كله؟ لا، لأنه يعني في بعض الطيارات الإلحادية، ولن أخفي عليك يعني هذا الجزء في الحديث دلوقتي، وأنا لست يعني ليس لدي موقف من أحد، يعني بتقول اللي بيدافعوا عن البخاري اللي بيهاجموا البخاري من المسلمين، من مسلمين بيهاجموا البخاري، بتهاجموا ليه؟ يعني ما تسيب الناس تكتشف الكلام ده موجود، ما تسيب الموضوع على بعضه. فأحيانا الدعوة لتجديد الخطاب والإصلاح هو الهدف منها هو الحفاظ على الشيء مش نفسه. الجمود والإصرار على بقاء الأشياء كما هي في مواقع بيتغير وبيتغير بسرعة، وفي عقول جديدة احنا مش عارفين الشباب دلوقتي بيطوروا أو بيبنوا أفكارهم إزاي، إيه مصادر المعرفة بتاعتهم، بيجيبوا معرفتهم منين، بيتأثروا بإيه وما بيتأثروش بإيه. فيأتي واحد يعني مسائل بقى يعني محتاجة هنا إنك تعيد التفكير علشان تواكب العقول الجديدة اللي جاية، اللي هي هتبقى على أدوات من المعرفة مختلفة تماما. أيوه عما سبق. طيب اسمح لي يعني أسأل سؤال أعلم أنه يتجاوزك ويتجاوزني، لأنه لكن قد يكون طرحه مهم. من المعروف أنه في إطار الكتب التراثية المختلفة هناك مختصرات لكتب مختلفة أيضا، زي مثلا سيرة ابن الشام، مختصر سيرة ابن الشام وغير ذلك من. وبيحضرني في السؤال أنه ما ذكره البعض في معرض ثورة التجديد الخطاب الديني في إحدى الدول، أنه نسب ما تم باعتباره صحيح فلان نسبة إلى الحاكم الذي قام بهذه. سؤالي هو هل من الممكن، وأتصور أن الإجابة مش مخولة بيك ولا بي، لكن هو في ناس وهل مطروح، هل من الممكن تقديم مختصر صحيح البخاري يعتمد الأحاديث التي يمكن القول بأنها ذات متوافقة مع يعني واستبعاد ما يشز عن رؤيتنا التي ينسب من خلالها البخاري بعض هو بالتأكيد ما يصلنا يعني من كتب السيرة والحديث
والتفسير هو القليل 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 بالتأكيد. ودراسات اللي بتتعمل هي بتتعرض لجانب فقط من جوانب هذه الكتب. ده مسألة مؤكدة. هو السؤال ليه النوع يعني ليه الأحكام دي ليه الأحاديث دي هي اللي بيتم التركيز عليها الآن. لا يمكن تفسير هذا إلا بوضع السياق المنتج للفكرة في هذه اللحظة. يعني السياق الاقتصادي، السياق السياسي، السياق الاجتماعي، السياق الثقافي، السياق الفكري، وضعنا في العالم، علاقتنا مع غيرنا بدول العالم، الفجوة الكبيرة اللي بقت في تطور. يعني احنا في عدد من التقارير المتواترة عن حالة التنمية البشرية في المنطقة العربية نتحدث بقالنا 20 سنة عن حاجة اسمها نقص المعرفة أو عجز المعرفة. الفجوة صارت هائلة بين المعارف الموجودة في العالم وما نعرفه نحن. وأيضا هذا لا يسري فقط على العلوم الحديثة ولكن يسري أيضا على كتب التاريخ. من يقرأ البخاري كاملا لا هو هناك تصيف، يعني هناك تركيز، يعني مش عايز استخدم لفظ التصيف، هناك تركيز من فريق على بعض الأحاديث والكتابة عنها وهناك يعني تركيز من فريق آخر على أحاديث أخرى ولا على جانب أخر، أو هناك من يدافع عن صحة هذه الأحاديث التي تواجه بالهجوم رغم أنه يعني لو دققنا الأمر شوية. طب خلينا نبحث، يعني خلينا نشوف، خلينا الرجل ده عمل منهج اصلا. يعني احنا بننسى في معركه البخاري انه اصلا هو بدا لتنقيات الحديث وبننسى في معركه البخاري انه عدد الاحاديث التي اثبت صحتها وفقا للروايات ووفقا للمنهج والادوات التي اتبعها هو ثلث ما هو مكتوب من الحديث. اذا احنا قدام حاجه يعني يمكن تطويرها يمكن والقيام بذات الدور واستكمال البخاري. البخاري لم يكن صاحب رسالة ولا نزل عليه وحي ولم يدعي أن كتابه عن صحيح الأحاديث هو وحي منزل له وهو كلام مقدس. هو اجتهاد، وللمجتهد إن أصاب أجره أجران وإن أخطأ أجر واحد. هو له الأجر، أجر الاجتهاد. الاجتهاد ده احنا واقفين عنده شوية، بقى عندنا مشكلة في مسألة الاجتهاد. أحد هذه المشاكل في الحقيقة، يعني أنا من المدافعين تماما عن التخصص والمدافعين على أنه أي حد عايز يتصدى لموضوع يتصدى له وفقا لشروطي. وأنا ما بتصدى النهاردة للجدل حوالين البخاري وصحيحه وبدعوتي هنا، أنا بلتزم حدود منهجي وحدود معرفتي وتكويني الدراسي. أنا لم أتجاوز، لكن لما ندقق في دراسة النصوص لا، ده عايز تخصص آخر ومجهود آخر. لكن منع الاجتهاد للآخرين وقصره على يعني على مؤسسة بعينها مسألة، يعني دي بقى محتاجة مناقشة تانية كبيرة. لأنه الدين كالسياسة من الشؤون العامة التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع، وبالتالي من حق كل فرد أن يجتهد. ولكن لو أنا بعمل بقى ثورة المناهج دي وثورة التفكير، أنا كل واحد هيجتهد يبقى عارف إيه الشروط التي يتعين عليها التسلح بها كي يلج في هذا المدخل بتاع الاجتهاد. وبالتالي أنا شايف المنهج يصحح أشياء كثير، ينفي عن الإسلام صفة لم تكن موجودة فيه في طول تاريخه وهي فكرة رجال الدين أو سيطرتهم. لا، ورجال الدين بيجتهدوا لهم مجال تخصص زي ما أنا حد يتخصص في الطب فما هروح يعني زي هو ده متخصص في استنباط أحكام شرعية من النصوص الدينية وفقا لحالات محددة لمن يطلبها أو أنه يقولها للمجتمع ينشر معرفته للمجتمع، ولكن ليس له سلطة تتعدى هذا. يعني ولأن المسألة هنا
في النهاية الحساب عند الخلق، كلنا هنوقف يوم الحساب أمام الأول اللي قال في القرآن الكريم قالوا لأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ده ما بيكلمناش احنا بس، ده بيكلم البشر كلهم. وبالتالي هو عارف حدود الاختلاف، وعارف ان احنا في اختلافنا ما عندناش العلم الكامل. ويعني حتى يعني الروح او الفكرة الاساسية في الدين تنفي فكرة انه حد يمتلك الحقيقة المطلقة او يمتلك المعرفة المطلقة. وحتى رجال الدين والمشايخ لما بيتكلموا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، او ويقول والله اعلم. يعني انا في دي حدود علمي وحدود معرفتي وحدود ما استطعت الكشف في اطار هذا السياق. اشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت اللي خصصته لنا، واتمنى ان انا اللي شاكر جدا لك يعني استوضحنا أو استجلينا الجوانب مختلفة من قضية دور البخاري، وما نكونش خرجنا عن الخط اللي احنا رسمنا لنا في الحوار. وشكرا جزيلا عزيزي المشاهد، ونتمنى أن نكون قدمنا ما يسري الحديث حول هذه القضية، مع العلم بأنها مفتوحة للنقاش وقد يكون نتطرق لها من خلال لقاءات مع أشخاص متخصصين في مجال الحديث. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حوار مقبل إن شاء الله. السلام عليكم.